على الموجة سوا صوت لبنان متابعين لقائنا نحن بيكون أصدقائنا المستمعين. بيصرنا نرحب بالأستاذ والخبير في التسويق الإلكتروني الأستاذ جوزيف يعقوب لنحكي نحن وياك أستاذ جوزيف عن الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا فيك عبر هوا صوت لبنان. مرسي وشكرا للاستضافة الحلوة والترحيب الحلو. أهلا وسهلا. يعني اليوم نحن شغلنا الشاغل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأخبار المتداولة المتناقلة، كمان يعني صارت حياتنا كلها السوشيال ميديا قديش أخذت حيز مهم بهالإطار بحياتنا يعني الكبار والصغار. صح صح، يعني هلا هالاستخدام لوسائل التواصل الاجتماعي عم بتبلش من عمر كتير كتير صغير. وهيدا الشيء بيترتب انه كمان على كل المجتمع يكون واعي لكيف استخدام هالوسائل، شو اللي لازم يحطه، شو اللي لازم ما يشاركه، شو الاشياء اللي من اللي المسموح نحطها، بغض النظر اذا في قوانين بتمنع هيدا الشيء او لا. هو الشخص بده يعمل كنترول على حاله، شو المعلومات اللي لازم يشاركها أونلاين، لأنه هيدا الشيء بيأثر عليه إذا ما كان على المدى القريب على المدى البعيد. نعم. من هيك يعني هون حتى من عمر الطفولة أو المراهقة لا نوصل لعمر كبير كمان نعرف يعني شو الأشياء المسموحة والممنوعة. نعم. عبر الوسائل اليوم بنعرف نحن هو اليوم العالمي لحماية المستهلك، حماية حقوقه عبر الإنترنت. يعني بهذا النهار قديش فينا كمان هيك نوضح نقاط معينة للأصدقاء المستمعين؟ صح. هلا بالنسبة اليوم مثل ما ذكرتي هو اليوم العالمي لحقوق المستهلك، ونقوا كل سنة هن بنقوا إذا بدك موضوع معين، هيدي السنة كان عبر الإنترنت. نعم. فهون كانت انطرح التساؤلات عبر إنه شو القصص اللي لازم المستهلك أو حي الله حدا عم يشتري أونلاين أو عم بيشوف دعايات أونلاين، شو الأشياء اللي لازم كمان يشاركها مع الشركات اللي عم يشتري عبرها، وشو الأشياء لا. لأنه بهلأ بتلاحظي أنه أنت إذا كنت عم تحكي مع شركة أونلاين يعني عم تشتري غرض أو شيء، شو ما يسألوك أسئلة رح تقولي لهم، رح تعطيهم كل الموضوع. نحن إذا ما نحكي شوي نسبيا بلبنان قديش هيك رواد بهالمجال، وقديش كمان يعني الكبار والصغار على السوشيال ميديا وين ما كان. صح. لا من ناحية الاستهلاك عبر الإنترنت يعني شراء البضائع للأشياء اللي منشوفها أونلاين، لبنان عم يتطور بهيدا المجال، بس للأسف بعدنا بمرحلة كتير بدائية إذا بدك بهيدا المنطلق من ناحية الحماية هالمستهلك، لسبب أنه بعد كتير أشخاص بلبنان ما بيوثقوا أنه يحطوا مثلا الكريدت كارد انفورميشن تبعهم، يعطوا عنوانهم أونلاين للشركات. نعم. للشركات، لأنه كمان بالتالي ما بيعرفوا إذا هيدي الشركة هي موجودة رسمية معترف فيها. نعم. محميين، يعني أنا فور اكزامبل هلا إذا طلبت غرض على الإنترنت من شركة، كيف بتأكد أنه هيدي الشركة رح توصل لي الغلط، رح توصل بأمان كمان. بأمان. وكمان ما رح تاخد هالمعلومات الشخصية اللي أعطيتها إياهم تستعملهم يمكن شغلة تانية بدعايات تانية. نعم. أنا ما سمحت لها أنها. نعم. تستخدمهم. نعم. فهون لازم يكون في قوانين، وهلأ أكيد الوزارات المعنية عم تشتغل على هيدا الموضوع، وهيدا كان حديث مبارحة بحماية المستهلك، أنه قدي فينا نكون هالقد نأكد للأشخاص أنه هالمعلومات الشخصية اللي عم بتحطوها أونلاين هي بأيدي أمينة. نعم. تتأكدوا بين الشركات اللي عم بتشاركون معلوماتكم الشخصية، لأنه مثل ما ذكرت أوقات بس نشوف شركة أونلاين ويسألونا، بيكون عندهم بس إنستغرام أكاونت، يعني حتى. نعم. ما بيكون عندهم أي ويب سايت أي شيء، يكون إنستغرام أكاونت، لأنه ما نشتري الغرض بنوثق فيهم لو شو ما سألونا، يعني. نعم. إذا سألونا عن عنوان سكننا بنعطيهم إياه، الكريدت كارت بنعطيهم إياه، رقم السري للكريدت كارت بنعطيهم إياه، بس لأنه يمكن يتحججوا لنا بفكرة أنه ما قطعت الكريدت كارت. ويا ما عم يصير في سرقات بهيدا الإطار، وين الحماية نحن كمواطنين؟ خلينا نقول للأصدقاء المستمعين كمان فيهم يشاركونا الرأي أو يطرحوا أي سؤال عليك جوزيف على أرقام صوت لبنان على 01-335-5-5-5-76-011-0-305-76-011-01 من خلال واتساب صوت لبنان. طيب نحن عم نحكي عن المعلومات الشخصية اللي تطلب منك بحال انت كنت بدك تشتري اونلاين، شو ابرز الاشياء الدقيقة المضبوط لازم تنطلب منك؟
هلا بوقت يكون حدا عم يشتري اونلاين ضروري يتاكد اول شيء ان الشركه عندها ويب سايت امن, يعني موقع الكتروني امن, وهذا الشيء بيعرفه من اللينك اللي بيكون موجود فوق. لازم يكون بينتهي بحرف الاس, يعني HTTPS, يعني معناتها سكيور اللينك, ومعناتها في هنيك يحط الكريدت كارد اذا في حال انطلب منه الكريدت كارد. بس هو يفضل انه ما يعطي بحال انطلب انه يعطي هذا الشيء ولا لا؟ لا, اذا كان واثق من الـ يعني البيمنت او المطرح اللي بده يدفع بحطه, يعني اذا اللينك مثل ما قلت امن, واذا كان لينكت لبنك معين بيوثق فيه سو هيك بيكون بيعرف كل شيء بيوصل له من بعد هالعمليه يحتفظ فيه, يعني ان كان اذا سحبوا منه مصاري يحتفظ بالايميل اللي بيوصل له او يعمل سكرين شوت للشاشه من مطرح من اخذ المعلومات. اي شيء وثقه يعني, صح, يوثق الشغله. اكيد اكيد المرفوض الرفض التام انه تعطي الكريدت كارد تبعك على واتساب او على انستغرام, يعني بطريقه انه انت بس عم تعطي الرقم للشخص, لانه الشخص فيه ياخذ هيدا الرقم ويحطه على حيلا ويب سايت ويشتري منه. يعني هلا انا اذا ببعث لك فور اكزامبل رقم الكريدت كارد تبعي مع السي في سي اللي هو الرقم السري لها, فيك انت ساعتها تروحي تشتري عني اونلاين, وهيدا الشيء بيعرضني لخطوره, لخطوره السرقه واستعمال اللي بطاقتك بكل حريه, يعني لا حسيب ولا رقيب. وشغلة تانية انه كمان اذا انا اشتريت من شركة وما كنت واثق منها, ما كنت عارف منني, ما كنت حكيهم, ما عندي اي وجود رسمي لألهم, كمان اذا صار مشكله بالشغله اللي اشتريتها ما فيني حاسب, ما في ارجع لهم يعني او اسالهم فيها, يعني مين بدي حاسب فيها؟ تختفي الشركه فيها. طيب خلينا نحكي عن الشركات الوهميه كمان جوزيف, يعني من ابرز الامور المتداوله بين الشركات الوهميه, لان حضرتك انت كمان خبير بمجال التسويق الالكتروني وعندك يعني الخبره بهالاطار. هلا بالنسبة للشركات مثل ما قلت, يعني ضروري شخص أول شيء يشوف وين موجودة هذه الشركة, مين وراها, قدي صار لها بالسوق, كل هالتفاصيل. يعني إيه يعني ما بيكفي إنه, لأنه للأسف هلا عم نلاقي كتير شركات عم يفتحوا حتى ما عم بيكون عندهم تسجيل بالدولة, عم بيكون عندهم إنستغرام أكاونت أو فيسبوك أكاونت وعم بيبيعوا أو يشتروا من خلاله. هلا أكيد الوزارات المعنية وقتها بتكشف هيدا الموضوع عم بتلحقه للأخير وعم بتسكر او عم يطلع فيه بند جزائي على الشركه اللي عم تعمل هيدا الشيء. بس بذات الوقت علينا نحن مسؤوليه كمواطنين انه اذا اكتشفنا هيك نوع من الشركات او صار معنا مشكله بهيك نوع من الشركات نطالب بحقوقنا, وهون هيدي حمايه المستهلك. يعني الدوله ما رح فيها تطالب عنا, كمان نحن في مطالب عنا في خطوات لازم نعملها. بذكر مثلا امبارحه وقت كنت بالمؤتمر بوزارة الاقتصاد ذكروا عن الخط الساخن كمان 17-39 حسب ما بذكر, كمان لا حيلا شكوى بتتعلق تحديدا هلأ لأننا صرنا بعصر الانترنت, والعنوان العريض كان الانترنت امبارحة, فهيدا بيطلب من انه حيلا شكوى مشكلة واجهتوها بشركة عم اونلاين, فيكن تتشكوا على هيدا الموضوع وتلحقوا للأخير. فينا نلحق هيدا الموضوع يعني على أمل كمان ينشغل أكتر وأكتر. أكيد هلأ إذا بدك البنوك عم يشتغلوا كمان أنه يصيروا أكتر بعالم الديجيتال, يصير القصص اللي تنطلب منك أونلاين تكون أقل خطورة وأكتر أمان. أكتر أمان يعني بيطلبوا منك كذا ستاب, يعني مثلا إذا أعطيتي رقم الكريدت كارد تبعك بدك تعطي كمان رقم سري ما بيعرفه غيرك وبيتغير من يوم للتاني, يعني هيك كمان. باسكال تسألنا كمان مستمع عم بتسألنا بتقول من شهر في حدا كان عم بيحاول يسرق لحسابي على الفيسبوك, يعني عم غير الباسورد إذا بدك, بتقول كيف ممكن احمي حالي أكتر, يعني في مكان اشتكي فيه أو كيف بقدر احمي حالي؟ هل هي عم تغير الباسورد, هل ضروري من فترة للتانية نغير الباسورد على هلا هيدا بالأشياء اللي يعني بالأكاونتات الشخصية؟ هيك بننتقل للموضوع الأكاونت الشخصي كيف نحميه. ضروري مثل ما ذكرت باسكال
لأنه بتغير الباسورد، بس هيدا منه كافي، خصوصي أنه نحن كأشخاص أوقات مننسى حتى باسورداتنا، يعني منغير ومننسى. أهم شغلة أنه توصل الأكاونت تبعه على رقم الموبايل، لأنه رقم الموبايل هو الشغلة الوحيدة اللي ما تنسرق، وإذا انسرقت فيك تسترديها أكثر. يعني إذا انسرق رقم موبايلك فيك تسترديه، فبالتالي هيك بتكوني واصلة الفيسبوك أكاونت أو الإنستغرام على الموبايل، حيال لحدا جرب يغير الباسورد أو قدر يغير الباسورد بترجع تستردي عبر الموبايل، يعني بتعملي ريسات للباسورد عبر رقمك الخاص. فهيك وحتى إذا بده يلغي الشخص اللي سرق لك ما بيقدر يلغي إلا ما يبعثوا لك كود على سيلولارك إنه بدك تلغي رقمك، فبتلغي رقمك. يعني هيدي أكتر طريقة آمنة. أكيد كل وسيلة عندها أشياء زيادة فيك تعمليهم، يعني مثلا فيسبوك بيبعتولك نوتيفيكيشن كل ما حدا جرب. مثلا في أشياء منها سيكيور، يعني مثلا بإنستغرام حيلا حدا فيت على الإنستغرام تبعك بفوت بغير رقمك وبغير إيميلك بدون ما يطلبوا منه أي فيريفيكيشن. فهون كمان ضروري إنه الأشخاص وقت بدون يخلقوا أكاونت على أشياء معينة يقروا أكثر عن الموضوع، شو الأشياء الممنوعة المسموحة تيحموا. وحتى هالترمز and condition اللي أوقات بيقولوا لنا أجري على ليحة من الأشياء، ونحن لأنه منا نخلق الأكاونت ومستعجلين ما بنقراهن، هيدا الشيء كمان في خطورة. يعني أوقات بيجوا بيسألوني الناس بيقولوا لي طيب كيف فيسبوك معه معلومات الشخصية؟ كتير قليل الناس اللي بيعرفوا انه انت وقت تخلقي اكاونت على فيسبوك وتكبسي اجري عم بتوافقي على ليحة قوانين شروط من بيناتهم انه بحق له فيسبوك ياخد اكاونتك او ياخد حياتك. باسكال بتقول انا هيك عامله، بالفعل كنا عم نحكي عن حمايه الفيسبوك او غيره من وسائل التواصل الاجتماعي. اذا ما نحكي اكثر عن الشركات اللي بتوظف طبعا الاشخاص، نبقى نحن محضرين سيفي ودارسينه من كل الجهات، ولكن في شركات معينه يعني بتحب تفوت على الفيسبوك او انستغرام او الى اخره مواقع التواصل الاجتماعي، لا يمكن تتاكد هذا الانسان انه من طريقه تفكيره، يمكن من طريقه الصور اللي بحطها، المقولات أو الأشياء اللي بيقولها، أو حتى كمان يمكن هيك طريقة فكره السياسي، كلها بتبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك. ومشوف نحن الشباب ياما أيام بتسرعوا، يعني بحطوا قصص كتير يمكن ما لازم يحطوها. صح، من هون يعني هي هيدا اللي حكيت عنه ببداية الحلقة، اللي من عمر المراهقة لا أكبر عمر لازم نهتم بالأشياء اللي عم نحطها أونلاين، لأنه هيدا بتأثر علينا إذا مش بطريقة مباشرة وسريعة، يمكن على المدى الطويل. قد في قصص بنشوفها نحن أونلاين بنكون نحن منزلينها، بقى بنشوفها بس يصير عمرنا 20-30 منقول يي لك أنا كيف كنت، أو لك أنا شو كنت سوري، يعني يمكن حاطت شغلي مني منتبه أو ما كان لازم حتى، يعني أوقات نحن منندم على أشياء يعني عامل حتى. فهيدا الشغلة أساسية، لأنه الشركات مثل ما ذكرتي في شركات كتير صاروا عم بيشوفوا من بعد ما تقدمي هالسيفي، عم بيشوفوا شو مين انت اونلاين، مين انت مع اصحابك، مين انت بالمجتمع، مين انت حتى اذا عم بتكذبي، لانه اوقات عم بيقارنوا شو عم تكتبي مثلا بالسيفي تبعك مع اللينكد ان بروفايل اللي هو مطرح بتشاركي فيه امورك اللي خاصه بالوظيفه. فعم بيراقبوا كل هيدا الشغله، وهيدي رغم انه في كتير ناس بيقولوا انه لا ما لهم حق او ما لازم او اللي هي، بس احنا بالنهايه نحن انسان، والشركات كمان وراهم انسان، وهيدا الانسان بده يراقب. فهون كمان كل شغله بننزلها اونلاين على السوشيال ميديا بدنا ننتبه، نحن مسؤولين عنها بالنتيجه، انه ننتبه قد ايه رح تأثر علينا على صعيد الوظيفه بوقت لاحق، ان كان من صور ان كان من كتيبه، لانه في اوقات انا بكون معصب يمكن من مديري بكتب اشياء بفكر انه انا بس عم شاركها مع اصحابي، طيب مديري او اللي رح يجي من بعده كمدير بيقدر يشوف هالستيتس او هالصوره عبر شخص تاني، يمكن يودوا له اياها شخص يودي له اياها سكرين شوت. سو انا كل شغله مني مرتاح شاركها مع العالم،
يفضل اني ما احطها خلص، يعني لا بحطها لا مع اصحابي بس ولا مع هيك، يعني ماكسيموم اذا هالقد حابب شركة مع حدا ببعث له اياها برايفت بيني وبينه، او بنطر تشوفه بفرجيها. بس خلص شغلي منك مرتاحه فيها لو كان مع 10 اشخاص، مجرد ما كانت مع 10 اشخاص شاركتيها يعني صارت بابليك، يعني صارت منتشره بشكل عام. فدايما انتبهوا فكروا اكثر شو اللي عم بتنزلوا، مثل ما قلت يمكن ما يكون عندها مفعول هلا، يمكن يكون عندها مفعول لبعدين. يعني هل المراهقين اللي عم بينزلوا هلا صورهم ان كان يمكن على بدون قمصان على البحر، كيف ما كانت الصوره بينزلوها اوقات من مكان شاهق، ونحن بنصير نتفلسف شوي بالسيلفي. يعني هذه بدها حلقه ثانيه معك اكيد، نحكي عن هذا الاطار، ونحكي كمان عن حمايه الاطفال، لانه ما بنعرف نحن عطينا هالتليفون هالولد بين ايديه ما بعرف وين بصير، لانه بتلاحظ انه هن صاروا اشطر منا بعالم السوشيال ميديا، انه محلقين بامور انت وقتها يعني عم تتعلم شوي شوي بعد. من هيك اكيد هيدي يعني بحلقه قادمه، بس هون في مسؤوليه على الاهل انه يتابعوا هالموضوع، يعني حتى يتسقفوا عن شو. يعني هلا انا اهلي اوقات بيسالوني شو سناب شات، فبنبسط لانه بدهم يعرفوا شو، تيعرفوا شو حدوده، شو المشاكل فيه، شو الاشياء اللي ممكن نتطرق لها بتكون كثير خطيره على المراهقين وعلى الاولاد. نحن متشكر حضورك الخبير في التسويق الالكتروني جوزيف يعقوب، اهلا وسهلا فيك عبر هوا صوت لبنان. نوعد الاصدقاء المستمعين بحلقه نحكي فيها عن حمايه الاولاد عبر الانترنت، وكمان اكيد المراهقين لهم حصه كثير. انا بوعدهم بحلقات لانه كثير انبسطت بالاستضافه. شكرا، اهلا وسهلا فيك جوزيف عبر هوا صوت لبنان.